نبدأ في هذا الكتاب القيم إذن صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله. وصيد الخاطر عبارة عن تدابير وقائية ووصفات علاجية. تكتب ثقي ذلوردونوس ذلوردونوس إخدميت إيمزانا عموما ينسل من مرة وقالي قدشن دي ثمتي خصوصا. إذن هذا الكتاب هذا السفر الجليل موجه إلى المسلمين عموما وإلى العاملين في المجتمع خصوصا. يرسم لهم خريطة الطريق طفيد الروت بشكل عجيب. إفكاد أما كدنا تدابير وقائية والوقاية خير من العلاج. أما كد إفكا وصفات علاجية عبارة عن وصفات علاجية لجميع الأمراض. ويحتوي هذا الكتاب على حكم رشيدة كما يحتوي على إرشادات حكيمة. وهو زبدة حياته زبدة قراءته يعني لا كريم تذرثيس إفكا يخفيد إذ كتاب ثقي اسمس اسميس صيد الخاطر. أنسيه يبوي يبوي تدمين القرآن الكريم يبوي ثمسنيكي وغمتيد سيثالة السنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سويني دجان يمزورة الصالحون على رأسهم السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا وكذلك استمسني سيديوي سقلغن